غيرةً على علمائكم، غيرةً على دينكم. إن هذه الوقفة ستكون شاهدًا لكم يوم القيامة أنكم ما غضبتم لشيء إلا غيرةً لعلماء الإسلام، غيرةً لعلماء هذه الأمة التي حاول وتجرأ بعض الضعاف والخسيسين للعدوان على العلماء، ولكنهم نسوا أن العلماء يد واحدة وقلب واحد، وأي عدوان على أي عالم حتى ولو كان طالب علم هو اعتداء على العلماء جميعا. وإننا نطالب الدولة بكل أجهزتها وبكل مسؤوليها أن يأخذوا بحق القصاص، لأن الله تعالى هو الحكم العدل، وهو الذي شرع لهذا العالم ما يصلحه، فقال في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص من المجرم، عقوبة المجرم هي أردع للإجرام وأردع للعدوان. أيها الحضور الكريم، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، وتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الحضور، إن الأمة التي تقف وراء علمائها وتعز علمائها وتمشي خلف علمائها هي أمة عزيزة، هي أمة قوية، هي أمة استفاقت ونهضت ولن تنام بعد اليوم. العالم كله يحسب ألف حساب لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الرجال الذين قاموا جميعاً في كل الوطن العربي غيرةً للشهامة، غيرةً للكرامة، غيرةً للعزة. وكانت كلمتهم المأثورة: الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. أيها الحضور الكريم، ربكم جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمؤمن لا يمكن أن يكون ذليلاً، ولا يمكن أن يكون ضعيفاً. المؤمن يستمد قوته من الله، ويستمد عزته من الله، وكلنا في هذا الموقف نستمد العزة والقوة من الله تعالى وحده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، ليس من نهجنا، ليس من ديننا، ليس من أمتنا من أعطى الدنية في دينه طائعاً غير مكره. المؤمن لا يقبل على نفسه الذل والهوان، حتى ولو كان لا يملك سلاحاً، لأن سلاح الكلمة هو أقوى سلاح، وقفة الحق هي أقوى سلاح، اجتماع الأمة على كلمة واحدة هو أقوى سلاح. والنبي محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قاوم العالم كله بالكلمة.
أيها الحضور الكريم، أتمنى من الله تعالى وأسأله في هذا الموقف المبارك أن يكون هذا الجمع في ساحة الأقصى إن شاء الله. تكبير! قائدنا للأبد سيدنا محمد! هذه الوقفة إن شاء الله ستكون قريباً عاجلاً وامتداداً للربيع العربي المشرق والمزهر في أرض فلسطين، حتى يعود أصحاب الأرض إلى أرضهم وأصحاب الحق إلى حقهم. وأهل فلسطين ليسوا وحدهم، بل كل الأمة الإسلامية وكل علماء المسلمين معهم في هذا الحق وفي هذا النداء. وفي حادثتنا التي اجتمعنا عليها، إننا نطالب بإيقاع أشد العقوبات بالجناة المجرمين الذين اعتدوا على علماء المسلمين، وإلا فإن هذه الأمة لن تنام ولن تسكت على ضيم حتى تأخذ حقها. إننا نقول للدولة، إننا أبناء الدولة، نحن أبناء الدولة ونحن أبناء النظام، ولكن النظام والدولة حينما تعجز عن إنصاف أبنائها ومن يتمسكون بنظامها، كأنما تقول لهم افعلوا ما يكون سبباً لخلاصكم من هذه الفتنة. أيها الحضور الكريم، نحن أقوياء ولسنا ضعفاء، نحن أعزاء ولسنا أذلاء. ونحن نقول للحاضرين، للشباب الذين هم عصب الأمة، كونوا قلباً واحداً، كونوا يداً واحدة، امشوا وراء علمائكم فإنكم تصلون إلى الجنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. هي لله، هي لله، هي لله، هي لله، لا للسلطة لا للجاه، هي لله، هي لله. كلمة هيئة علماء المسلمين في لبنان يلقيها الرئيس الدوري للهيئة فضيلة الشيخ أحمد العمري، فليتفضل مشكورا. تكبير! تكبير! لبيك 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 يا الله! بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا عدوان إلا على من اعتدى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة العلماء، يا ورثة الأنبياء، حياكم الله وبياكم في جمعكم وحشدكم لنصرة أهل الحق في سوريا، في بلاد الشام، وفي نصرة المظلومين
في لبنان وفي نصرة علمائكم تاج هذه الأمة. حياكم الله في جمعكم وأنتم تسيرون خلف أئمتكم، وهذا هو النجاح الكبير، وهذا هو النصر المبين. كما كان العلماء أئمتكم في بيوت الله، فهم الأئمة في ثورتكم وفي ربيعكم العربي وفي ربيعكم في لبنان. لن ينطفئ الربيع العربي، لا بد ثورة الربيع العربي لا بد أن تصل إلى ربوع لبنان، لأن الثورة تقوم على مبادئ وقيم. إذا اعتدي على المظلوم، وإذا اعتدي على الملهوف، وإذا اعتدي على كل مسلم، وعلى وجه الخصوص على علماء الأمة، فقد أنذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب. لا تحسبوه شرا لكم يا علماء لبنان، يا من تعرضتم بالأمس وقبل الأمس، يا من قتلتم واستشهدتم في عكار وفي البقاع وفي بيروت. نعم، لا تحسبوا أن دم مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد سيبقى مطفئاً. ودم الشيخ الدكتور صبحي الصالح، نعم سنطالب بكل هذه الدماء، سنطالب بالقصاص من قتلة الشهيد رفيق الحريري. تكبير تكبير. ومن هنا من أمامي هذه المنطقة العزيزة الكريمة صاحبة الشهامة والمروءة، من مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي علمنا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أن سيد الشهداء حمزة ورجل قام وقال كلمة الحق في وجه سلطان جائر. نقول برسالتنا الأولى إلى الحكومة وإلى الدولة بكل مؤسساتها: أما شبعتم شرباً من دماء الطائفة السنية وأنتم تضحكون على الناس؟ أين الذين أين القصاص من قتلة الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب؟ أين الذين
اعتدوا جهاراً نهاراً على الشهيد خالد حميد. أين الذين اعتدوا بالأمس على الشيوخ الأربعة؟ قلتم بأننا قد اعتقلنا خمسة. ما هذه المسرحية وما هذه المهزلة؟ إن الذين اعتدوا على الشيخين في منطقة جاليري سمعان كان عددهم يتجاوز 50 لصاً وسفيهاً وحقيراً. واليوم جاءنا خبر عبر شبكة التواصل، وقد وضعوا فيها صورة أحد الشيوخ في منطقة الضاحية الجنوبية من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة، وضعوا صورته على لائحة حلق اللحى. تكبير! لبيك 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 يا الله! إن الذي يعتدي على لحى العلماء إنما يعتدي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إن الإسلام بريء منه، وإن أصحاب محمد بريئون منه، وإن أهل بيت محمد بريئون من حجج ذلك. تكبير! الله غايتنا! القرآن دستورنا! محمد زعيمنا! الجهاد سبيلنا! الموت في سبيل الله أسمى أمانينا! تكبير! الرسالة الثانية هي للطائفة الشيعية، الكريمة المتزنة المعتدلة. أقول لكم بكل نصح وبكل تقدير، إذا أردتم مشروع الوحدة الإسلامية ومشروع العيش المشترك ومشروع الحفاظ على السلم الأهلي، فعندكم خيار واحد. الخيار الواحد، لأن الثوابت الإسلامية لا تقبل المساومات، لا تقبل المفاوضات، لا تقبل التنازل. الخيار هو أن تعلنوا براءتكم من النظام السوري الأسدي المجرم. إلى الطائفة الشيعية الكريمة أقول: نحن كلنا نرضى أن نحتكم إلى مبادئ الحسين عليه السلام، فأين أنتم من موقف نصرة المظلوم
على الظالم في سوريا. أم اختلفت عندكم المعايير؟ أم اختلفت عندكم الموازين؟ أم انقلبت عندكم الآيات فأصبح الظالم مظلوماً والمظلوم ظالماً؟ ويحكم تلكم هم الرويبضة، رويبضة هذا الزمان، الذين يصدق فيهم الكاذب ويكذب فيهم الصادق، يخون الأمين ويؤتمن الخائن. أما شبعتم؟ أما شبعتم من شرب دماء السوريين الأبطال النشامى في ثورتهم المباركة الميمونة التي يعتزون بها بألوية الصحابة، بألوية خالد وأبي عبيدة والفاروق وعلي والحسين وكل مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله. الرسالة الأخيرة هي لأهل السنة والجماعة في هذا البلد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن لسنا من دعاة الفتنة، ولسنا من دعاة الاقتتال الطائفي والمذهبي، ولكن للصبر حدود، فلا تختبروا صبرنا. والسلام عليكم ورحمة الله. تكبير تكبير تكبير. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الرجال، بالأمس اعتدي على لحية عالم، واللحية سنة مؤكدة احتراماً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضامناً مع علمائنا. أعلن الآن إطلاق لحاكم في سبيل الله. نبقى مع كلمة منسق تيار بيروت في تيار المستقبل الأستاذ بشير عتاني، فليتفضل. هي لله، هي لله، هي لله، هي لله، لا للمال ولا للجاه، لا للمال ولا للجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الانتصار لا يكون إلا بوحدة الكلمة، لا يكون إلا بوحدة الرأي والتعاضد. من هنا، من طريق جديدة، من حي، من حي الجمع الكريم، ومنقول لهم الشيء اللي صار، الاعتداء على الشيخين هو اعتداء ليس فقط على شخصين، والشيخين في الشياح أيضا ليس اعتداء على أشخاص، بل من يمثلون هؤلاء الأشخاص، من يمثلون يريدون إيقاع الفتنة. نقول لهم لا نخاف من الموت، الموت حق، ولكننا نخاف من الفتنة، نخاف من الفتنة، لا نريد الفتنة. يريدون نقل الحرب، يريدون نقل المشكلة من سوريا إلى لبنان. نحن نرفض، نحن مع الشعب السوري المضطهد، نحن مع الثورة. نعم نعم، تحيات دولة الرئيس سعد الحريري.
مع تحيات الأمين العام طيار مصطفى للشيخ أحمد الحريري. نقف وقفة واحدة نعارض ونطالب الدولة باتباع الأسس القانونية ومتابعة التحقيق حتى نهايته. لا نرضى بخمسة موقوفين، بل جمعاً مجموعة من الزعران من الحشاشين كما ادعوا وكما وصفوهم أصحابهم. نريد أن القانون يأخذ مجراه حتى النهاية، ونطالب الدولة بعدم الاستهتار بأمن المواطن كي لا تترك المواطن يدافع عن نفسه وبعدها تقع الكارثة. لا أطول عليكم، ما حصل بالأمس جرح كبير لنا ولإخواننا وجميع اللبنانيين، لجميع اللبنانيين دون استثناء، مسلمين ومسيحيين، لأن اليوم اعتدوا على شيخين، وغدا ماذا سيفعلون؟ لا نعرف ماذا سيفعلون. ليس عندهم رادع، لا للعمامة ولا للحى. لذلك يا أخوان بدنا نوحد الكلمة ونوحد الرأي ونضلنا إيد واحدة إن شاء الله لحتى ناخد حقنا. السلام عليكم. كلمة الشيخ داعي الإسلام الشهال، فليتفضل. تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله كاسر الأكاسرة، قاصم الجبابرة. الحمد لله العلي القهار، والصلاة والسلام على رسولنا النبي المختار محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، إخواني أحبائي، علماءنا، مشائخنا، إخواننا، شبابنا، شيبنا، بارك الله بهذه الوجوه الطيبة وهذه الوقفة المباركة. هذه التكبيرة، التكبير هذا هو الذي يزعجهم وهو الذي يرهبهم، فإلى جهنم وبئس المصير. تكبير. تكبير. تحية منا جميعا إلى رجالنا، إلى علمائنا في كل مكان، في مستشفى المقاصد وفي مجد العنجر، إلى مازن الحريري، إلى أحمد فخران، إلى إبراهيم حسين، إلى عمر أمامة، بارك الله بكم، نجاكم الله من أعدائكم، شفاكم الله، نصركم على أعدائكم. بسم الله والله أكبر. لبيك 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 يا الله. إن الأمن الأعرج الذي نشاهده في هذه الأيام
يطبق ظلماً في كثير من الأحيان في مناطقنا، بينما يترك كثير من الظلمة، كثير من القتلة يتركون يسرحون ويمرحون بل ويتبجحون. هؤلاء الذين تركوا يسترسلون في ظلمكم، ينفذون مخططات أعدائكم، يريدون أن يجعلوا من طرابلس حمص ثانية خسئوا بإذن الله. لا رفعهم الله في الدنيا ولا في الآخرة. من يريد أن يعتدي على الأبرياء، على أعراض النساء، على الشيوخ والنساء، هؤلاء سنقاتلهم بإذن الله عز وجل دفاعاً عن المظلوم ورب السماء. تكبير! تكبير! أيها الإخوة الأحبة، عشرات من المعتدين أدخلوا عدداً قليلاً منهم باباً ما، فهل سيخرجون بعد قليل من الباب الآخر؟ عودونا أن يعيدونا، وعودونا كذلك أن لا يفوا بوعودهم. هناك دولة رسمية ودولة أخرى فعلية، دولة الأمر الواقع، يريدون أن يقتدوا بالنظام السوري الفاجر. مؤسسات الدولة تخطف، مؤسسات الدولة يهيمن عليها، المؤسسة الأمنية العسكرية تستخدم في كثير من الأحيان لصالح فريق، ويا ليت الأمر يبقى هكذا، بل تستخدم لصالح فريق ضد فريق آخر، ضد العلماء، ضد المشايخ، ضد أهل بيروت في السابع من أيار وبعد السابع من أيار، في طرابلس وفي عكار وفي عرسال وفي مجد العنجر وفي كل مناطقنا الأبية. إنكم تدفعون الثمن يا أهل بيروت ويا أهل السنة ويا أهل الطريق الجديدة، لأنكم تقفون مع المظلوم في وجه الظالم، لأنكم ترفعون رؤوسكم، ترفعون هاماتكم، ارفعوا رايات التوحيد عالية خفاقة. الجباه التي تركع لله، الجباه التي تركع لله، لا يمكن ولا تعرف طريق الركوع لغير الله عز وجل. هي لله، هي لله، هي لله، هي لله، هي لله، لا للسلطة لا للجاه. أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخبرنا عن شابين كريمين عزيزين عظيمين، هما سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. لماذا الاقتداء بطريقة خاطئة في غالب الأحيان بالحسين رضي الله تعالى عنه، بينما لا يقتدى بالإمام الحسن الذي دعا إلى جمع الكلمة؟ لماذا يرفع شعار الوحدة ويعمل من خلال هذا الشعار على تقسيم وتجزئة الأمة وتفريق صفها؟ أليس هذا الزعم هو من أجل غطاء، من أجل شعار كاذب
يقولون مقاومة، يقولون ممانعة، من أجل أن يحفظوا أسلحتهم، من أجل أن يأتوا بترسانات من الأسلحة لتكون بعد ذلك قوة فرض الأمر الواقع على بقية المجتمع. من هنا نحن نقول، من هنا نحن نقول لكل الطوائف والمذاهب في كل المناطق، إذا تمكن هذا الفريق من إضعاف وكسر شوكة أهل السنة فسينقلب عليكم بعد حين، بعد أن يستخدمكم من أجل القضاء على الآخرين، وستحكم هذه الأقلية التي تستنجد بأقليات أخرى، ستحكم بالظلم والطغيان الأكثرية الساحقة في هذا البلد. فانظروا إلى بعيد يا أبناء الطوائف ويا عقلاء، إن الهستيريا، إن الهستيريا التي يعيشها النظام السوري يصدر انعكاساتها وآثارها إلى لبنان، وها نحن نشاهد الآن محاولات الاستفزاز التي بلغت الذروة، بلغت الذروة في ليلة واحدة، في ساعة واحدة يعتدى على أربعة مشايخ من عشرات هنا وهناك. أين الأحزاب؟ أين الحركات؟ أين قوى الأمر الواقع؟ أين الدولة الفعلية التي تمنع الدولة الرسمية من دخول أحيائها وشوارعها؟ أين هؤلاء من ضبط الأمن ومنع الاعتداء على المشايخ والعلماء أصحاب اللحى، بل يتبجحون بما يفعلون؟ فبئس بئس ما يفعلون. نقول للدولة الرسمية، نقول للدولة الرسمية إن حكومتك تفقد الشرعية ساعة بعد ساعة. أهل السنة ليسوا مكسر عصا، لا في بيروت ولا في طرابلس ولا في أي منطقة، سيبقون أعزاء. سيبقى أهل السنة أعزاء، لا يعتدون ويرفضون الظلم والاعتداء. جباههم عالية، أيديهم بإذن الله متشابكة. نعمل جميعا من أجل العزة والكرامة والأمن العام في البلد، نعم، من أجل المصلحة العامة، من أجل الأمن العام، لا من أجل أمن أعرج لصالح فريق على حساب فريق آخر. يا شباب الإسلام، يا إخوة الإسلام، أيها الإخوة الأحبة، لا أطيل عليكم، رسالتي إليكم أن نوحد صفنا، أن نرجع إلى ديننا، أن نكون على خطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على خطى الصحابة والتابعين، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اتبعوا سنن الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله عن جميع الصحابة، عن جميع أمهات المؤمنين، عن أمنا عائشة، عن أمنا حفصة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. بارك الله بهذه الوجوه، بارك الله بهذه السواعد، بارك الله بالرجال الأبطال، أهل بيروت، أهل الطريق الجديدة، أعزكم الله براية التوحيد وراية السنة. والله أكبر، والله أكبر، لبيك لبيك يا الله، لبيك لبيك يا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا، تابعنا الكلمات من اعتصام هيئة العلماء المسلمين من طريق الجديدة. الكلمات شددت على الاقتصاص من الفاعلين الذين اعتدوا على العلماء إن كان في بيروت أو في البقاع. الشيخ أحمد الكردي طالب بإنزال أقصى العقوبات بحق المعتدين. الشيخ خالد العارفي وهو الرئيس الدوري لهيئة العلماء المسلمين طالب الطائفة الشيعية المتزنة والمعتدلة كما قال بإعلان براءتها من النظام السوري. منسق تيار المستقبل في بيروت بشير العيتاني طالب أيضا بوحدة الإسلامية ووحدة الرأي، وقال إن الاعتداء على الشيخين ليس على الشخصين ولكن على من يمثلان. داعي الإسلام الشهال طالب الحكومة بالاقتصاص من الفاعلين وقال إن هذه الحكومة تتداعى يوما بعد يوم، كما قال إن المحاولات بلغت الذروة في ساعة واحدة حيث اعتدى على 4 مشايخ في آن، وقال إن التوقيت ليس بريء على الإطلاق. كما دعا أيضا إلى أن هذه الدولة الرسمية هي هنالك تغطية من دولة أخرى غير فعلية. نشير أيضا إلى أن مفتي الجمهورية الشيخ رشيد قباني يلتقي في هذا الأثناء وزيري الدفاع والداخلية والقاضي حاتم ماضي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.